ترغب في إنقاص وزنك؟ السر في الهرمونات. ثلاث هرمونات يجب أن تكون في تناغم بحسب خبراء التغذية لخسارة الوزن والاحتفاظ بجسد صحي. أولاً، هرمون الكورتيزول أو هرمون الإجهاد والتوتر. إفرازه بشكل مستمر يسبب تراكم الدهون ويضعف بناء العضلات. الحل: الراحة، النوم بشكل كافي، والابتعاد قدر الإمكان عن مسببات التوتر. الهرمون رقم 2، هرمون غريلين أو هرمون الجوع، يعمل كإشارة محفزة للشهية، وبالتالي إفرازه بشكل مستمر يعني جوع مستمر. الحل: ممارسة الرياضة، تناول كميات كافية من البروتين والأغذية الغنية بالألياف مثل الشوفان والتفاح، ومرة أخرى نظم نومك وقلل السهر. أخيراً، هرمون ليبتين أو هرمون الشبع، يساعد على التحكم في الشهية، وهنا من الأفضل طبعاً أن نزيد من إفرازه لخسارة الوزن. اتبع النصائح السابقة بالإضافة إلى تناول المزيد من أوميجا 3. الخلاصة: التوازن بين الهرمونات الثلاثة كلمة السر لفقدان الوزن باستمرار، والأسلحة الأساسية رياضة منتظمة، غذاء صحي، ونوم كافي.